الفرق بين نجاحك في امتحانات معادلة الصيدلة في كندا شغلتين، انك محضر نفسك ودارس كثير منيح ومخصص الوقت الكافي ومتفرغ، وانك عملت في الامتحان صح، وانك عرفت تدير وقتك في الامتحان بطريقة صح، وانك عرفت تستخدم سيستم الامتحان بطريقة صح. خليكم معايا، خليني احكي لكم عن سيستم البروميتريك اللي بنعمل في امتحانات معادلة الصيدلة في كندا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الدكتورة شمس الشيخلي من مدينة ميسيساغا في مقاطعة أونتاريو في كندا. أنا فارم دي ومؤسسة RX Course Platform. في هذا الفيديو رح نحكي شوي عن البروميتريك سيستم، اللي هو السيستم الامتحان اللي بنعمل في امتحانات معادلة الصيدلة في كندا، الـ PEBC Exams. عم نحكي عن الـ Evaluating Exam والـ MCQ. هو نظام كثير حلو وكثير سهل، بس الفكرة فيه انه بعض الاشخاص او العديد من الاشخاص لما يفوتوا هذا الامتحان ما بيكونوا عارفين يستخدموا البروميتريك بطريقة صح، وهذا يؤدي الى انه كتير بيضيعوا وقت او بتروح عليهم فرص هم مو منتبهين عليها. اوكي، هلا انا في الويب سايت تبع pbc.ca، تمام، الويب سايت تبع pbc.ca اللي احنا عارفينه. اوكي، راح اروح على pharmacists وبروح على الديمو توتوريال. الاصل انك ما تفوت الامتحان اذا انت ما عملت الديمو توتوريال قبل ما تروح، تمام. في عنا اشي هنا بس راح ندخل الكود تبعنا، هو بيكون اوتوماتيكلي هنا جاهز، تمام. بس لما تروح بالمركز بيكونوا هم مدخلي لك اياه، تمام. وراح تروح تعمل اشي هنا اسمه سيستم تشيك، تمام، تتأكد انه عندك انترنت، تتأكد انه فيديوز، طبعا هذا الامتحان ما فيه فيديو ولا اوديو. وفي عندك اشي اللي هو البريفرنسز، تمام. بالبريفرنسز ممكن تغير اللون، ممكن تغير مثلا زي هيك مثلا اذا الالوان مو مريحة على عينك، تمام. راح اروح اعمل اوكي. اوكي، وبعدين هنا عندي details بتأكد منها، بروح اعمل confirm. في عنا terms and conditions، بعمل accept و continue. لاحظوا انه هنا في عنا introduction فيها 15 page. للأسف معظم الأشخاص بيروحوا يفوتوا الامتحان بيعملوا next 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 أو بيكبسوا على start the test مباشرة من غير ما ينتبهوا أو يقرأوا اللي مكتوب في هذه الصفحات، تمام. مثلا في أول صفحة راح يحكي لك على عدد الأسئلة، كم سؤال راح تشوف، الصفحات، عدد الدقائق، قديش الوقت. احنا عارفين انه لكل سؤال دقيقة و 17 ثانية، حيكون في عندك 200 سؤال، 200 سؤال راح يكونوا مقسمين على 2 sections. اخر امتحان MCQ كان معمول بسكشن واحد، فالميتين سؤال كانت معمولة في سكشن واحد. ما بعرف اذا هذا الاشي صار بالإيفالويتنج كذلك. اللي قدم امتحان الإيفالويتنج او اللي سجل المفروض يجي ايميل انه يا جماعة الإيفالويتنج هيك صار، بس على حسب علمي او حسب الاعلانات اللي موجودة صار سكشن واحد بس لامتحان MCQ. خلينا نشوف، يعني اذا رحت من هنا على الاسئلة اللي هو اسمه linear on the fly testing، تمام، بس للMCQ حاليا. اوكي، linear on the fly، طبعا يعني ضروري اذا انت بدك تقدم الامتحانات دائما عينيك على موقع pebc.ca وتشوف latest news في الموقع، تمام. فراح نبلش التوتوريال. هلا عم بحكي لنا عن التوتوريال، راح يحكي لنا عن انه الماوس، انه في عندك ماوس والماوس هو اللي انت شايفه، وهذا اشي يعني كتير بيسك. بعديها الشغلة الثانية بحكي لك انه انت لما تجاوب اي سؤال رح يصير زي هيك لونه رصاصي، تمام، السؤال لما تجاوبه. اوكي، وبعديها بحكي لك عن انه في تايم، تمام. فبتروح هنا في introduction وبعدين في عندك time remaining، فشايفين هنا التايم تبعنا، تمام.
وفي عنا السكشن اللي احنا فيه. alright وبعديها next في بعض الصفحات او بعض الاسئلة راح يطلع لك انه this page requires scrolling, انه هاي page انت لازم تنزل شوي it requires scrolling, وهنا انت راح تجاوب تمام, الاجابة هي وحدة فقط تمام. واخر اشي اللي هي فعليا هاي وقت الاسي راح نشوفها وقت ما يكون في عندنا كيس, في عندنا كتير capabilities حلوة وقت الكيسز. بعمل next, في عندك الكالكوليتر, في واحد تاني للكالكوليتر راح نشوفه الفلاج تمام. خلينا نبلش التست هلا. اول نصيحة لما تعملوا الامتحان, انا هلا فتت بالامتحان, اخذ نفس عميق شهيق زفير اوكي, اخفف نبضات قلبي اذا قلبي كتير عم بدق تمام, وابلش واحكي بسم الله الرحمن الرحيم. لا بسم الله الرحمن الرحيم, اول سؤال اجاني عن البكتيريا, بسم الله الرحمن الرحيم. طيب معظم الناس خلينا نحكي خصوصا اللي فايتين الايفالويتنج اكزام لسه البكتيريا مش كتير يعني ركبة بمخهم تمام, فممكن يشوف هيك سؤال ايش هذا, هذا اسماء البكتيريا, يا الهي اشيريشيا كولاي ولجونيلا نيموفيلا واستافيلوكوكس اوريا ستريبتوكوكس نمونيا وكلاميدوفيليا نمونيا. فأول نصيحة دائما لما تفوت على اي سؤال اطلع على الاجابات قبل ما تقرأ السؤال, حسيت نفسك انه انت 0% بهذا السؤال يعني وما عندي ادنى فكرة ولا عمري ركزت على البكتيريا ولا عمري قرأت شو هم ولا عمري لنفرض هيك تمام, مباشرة ما تفكر ما تفكر next اللي بعده. اوكي اوكي هذا السؤال مثلا which of the following major inhibitory neurotransmitter in the brain, انا بتخيل هو مش الجابا, صح هو الجابا فمعناته اللي هو الجاما امينو بيوتريك اسيد, بس بس مخي عم بيخرب علي ليكون جلوتاميت. اوكي لما تفكر بهذا التفكير انا راح احط هذا بروح اعمل فلاج, يعني انا اذا لا سمح الله خلص الامتحان علي انا على الاقل عينت هذا السؤال وعملت له فلاج. خلينا ننتقل للسؤال اللي بعده. اوكي السؤال اللي بعده لما اجي اقراه of the essential transition metal ions found in the human body the one present at highest level, شوفوا هاي الحركه بحط الماوس على كلمه highest بعمل لها هايلايت highest overall concentration, انت هون بتركز مخك على السؤال يعني انه انا بدي metal ions اوكي هم الموجودين بالهايست اوفر اول كونسنتريشن مين هو تمام, ولما اجي اقرا بروح اعمل مبدا الاستبعاد شو هو, بروح اعمل تك تك. طب هاي كيف عم بعمل هالتك, هاي رايت كليك رايت كليك تمام, فهاي بعمل هايلايت زي هيك كليك هايلايت وهدول رايت كليك رايت كليك, فانا هيك مبدا الاستبعاد. لنفرض انه انا شاكه ما بين مثلا الايرون والزنك, فعملتها زي هيك انا لو رحت على السؤال اللي بعده وبعديها رجعت على السؤال رقم 3 الاسترايك اوت والهايلايت تبعي ضل زي ما هو, فهذا الاشي كثير حلو لو انه احنا لفينا في الامتحان وبدنا نرجع على الاسئلة كل اشياءنا راح نلاقيها زي ما هي. الاصل انه انت اي سؤال عندك شك فيه 50% فما دون حط الإجابة واعمل له فلاج, أي سؤال ما عندك أي فكرة عنه ما توقف عليه سكيب مباشرة ما توقف عليه, هذا الامتحان وقته ضيق. وأكبر أكبر عامل إحنا بنسمع عن الأشخاص إنه كيف عملت الامتحان بيصير يحكي لك ما لحقت الوقت كان ضيق, الوقت دقيقة و17 ثانية لكل سؤال, بدك يكون في عندك تايم مانجمنت بطريقة جدا ممتازة. فروح اعمل الاسئلة هيك, خلينا نشوف اللي بعده. هاي في عندنا كيس سيناريو تمام, لاحظوا كيس سيناريو انا كنت بلعب فيها وطالع الهايلايت زي ما هو, الكيس سيناريو زي هيك بقدر اعمل الكيس سيناريو هايلايت كمان نفس الاشي, فمثلا بقرأ الكيس وبلاقي انه هاي البني آدمة اخذت تريتمنت لترافيلر دياريا. بالنسبة للكيسز ما تقرأها هيك انه
SM is a 34-year-old female who, while vacationing in Mexico, began... ليه تعمل هيك بنفسك؟ نو أنا بسرعة بسرعة هيك بعيني بعيني أقرأ. أوكي 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 هاي مهمة. عندها fullness in her ears و black stools. أوكي هاي مهمة. أوكي and then عندها allergy للسلفونامايد. أوكي تمام. هلأ باجي على الكيس هيك سريع سريع، ما بعد أقرأ بلساني ومش عارف شو. بالماوس بالماوس بعيني بالماوس هايلايت هايلايت والسؤال تمام. الأصل بالكيسز إنه إحنا نقرأ السؤال which of the following drugs could be the cause of SM complaints، وبعدين برجع على الكيس أشوف الأشياء اللي مطلوبة مني تمام، وبعدها بجاوب على السؤال. أوكي مثلا لنفرض حتى تكون مثلا هاي الإجابة، وبروح أعمل مثلا سترايك أوت للأشياء الثانية، بس مثلا ممكن أكون شاكك إنه ممكن تكون دوكسيسايكلين لنفرض، بس هو طبعا البسمة السبسلسلية هو أشهر إشي للبلاك ستول والبلاك تانج، وخصوصا إنه هي عندها ألرجي من السلفنامايتس، فالبسمة السبسلسلية it's a big no no تمام. في مشكلة لاحظوا هاي البيج requires scrolling، هيها طالعة هنا بتقدروا تعملوا زوم إن وزوم أوت تمام، بتقدروا حتى تعملوا سيرش تمام. إذا لنفرض مثلا بدي أبحث عن كلمة ألرجي تمام، لاحظوا أني أنا بقدر ألاقيها، بس ما كتير تضيع وقت على هاي الأشياء وتستمتعوا فيها وهيك، يعني إحنا بالعكس إحنا بدنا هاي الأشياء تكون لمصلحتنا لتوفير وقتنا تمام. في بعض المشكلة المشاكل اللي ممكن تصير عند بعض الناس تكنيكاليتي معينة مع الكيسز خصوصي، اللي هي فعليا انه لو انا بعض الشاشات صغيرة شوي رح اغير الشاشة تبعتي وبعملها 125%. شوفوا شو صار، صارت الكيس فوق الاسئلة. طبعا هذه مصيبة، يعني اذا انت بتكون فايت الامتحان وهيك بصير معك يعني صلى الله وبارك. فايش الحل؟ اول شيء انك لازم تكون فايت وعامل الديمو باللابتوب تبعك عشان تطمن انه ما يصير عندك هاي المشكلة. هاي المشكلة بتصير عند الناس اللي لابتوباتهم شاشاتها صغيرة تمام، يعني شاشة 14 انش فما دون، وخصوصي اللابتوبات القديمة نوعا ما اللي بتكون الوضوح فيها مش فول اتش دي، يعني مش 1920x1080، اقل من ذلك، فاحتمال كبير تصير معك هاي المشكله. هاي المشكله بدك تجرب عندك، ممكن تحلها بزوم اوت تمام. يعني انا هلا بعمل كنترول وناقص كمان مره زوم اوت زبطت لي المشكله، ولكن هناك بعض اللابتوبات جربنا فيها حتى الزوم اوت ما عم بينفعها تمام. حتى لو اجيت تعمل زوم اوت ما بضل خربان، واذا عملت زوم اوت الكتابة بتصير كثير صغيرة فالقراءة تصير شبه مستحيلة. فبالتالي حل هذه المشكلة الصراحة انك بس مجرد تستخدم لابتوب ثاني، تشوف حد من اهلك من قرايبك يعيرك لابتوبه اثناء الامتحان، بس ضروري انك تتأكد من لابتوبك ووضوحه قبل ما تفوت الامتحان، خصوصا اذا احنا عم نحكي عن انه انت مش بكندا، مش رح تقدم في مركز، رح تروح تقدم في بيتك تمام. فهاي مشكلة دير بارك عليها. بالمركز ما تخاف، بالمركز عادي بتكون الأجهزة مجهزة لهيك شيء، فما في خوف أبدا تمام. خلينا نرجع الزوم إن. أوكي نجي على الأسئلة تمام. هاي نفس الإشي السيناريو تبعنا. هلأ لاحظوا لما أجي أراجع الأسئلة في عنا إشي كثير حلو اللي هو section review تمام. أنا جيت خلاص بدي أخلص السكشن، بدي أطلع منه، بدي أعمل section review، بكبس على هاي، ولما بكبس على هاي حطوا على هذا القفل الجميل. ليش؟ لأني إذا أنا ما حطيت على القفل بيروح يسكر معي تمام. فأنت إيش لما تيجي تنتقل من سؤال لسؤال اكبس على هاي وحط على القفل تمام. هلأ بروح أحط أحكي له بدي كل الأسئلة اللي أنا ما جاوبت عليها، فراح حط كل الأسئلة أنا ما جاوبت عليها، فبقدر أفوت على سؤال 7 هيك بسرعة، سؤال 6 هيك بسرعة، سؤال 5، فبتسهل عليك كثير تمام. بعديها بعد ما خلصت كل اللي أنا أتمتد اللي ما جاوبت عليهم بروح على الفلاكت. أوكي هذا السؤال فلاكت، يلا بسرعة بروح عليه تمام. المهم 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 أنه أنت تلف على كل الأسئلة
أي سؤال استوقفك سكيب، أي سؤال عندك شك فيه جاوب أي إجابة تمام واعمل له فلاج، واللي بعده اللي بعده اللي بعده لحد ما تخلص كل أسئلة السكشن، بعديها ارجع فكر بالأسئلة اللي تستلزم منك تفكير تمام. ممكن تحط في ناس مثلا بيحطوا الكالكوليشن في الأخير، عارف نفسي أنا فايت امتحان عندي الكالكوليشن فيها ضعف، أوكي حط الكالكوليشن بالأخير، أي سؤال كالكوليشن بتشوفه سكيب 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 سكيب، خلصت تمام وعد هيك برواق حل الكالكوليشن. أوكي تمام، هلا خلينا نخلص هذا السكشن ونروح على الكالكوليتر، خلينا نشوف الكالكوليتر. Yes I would like to finish the section. Finish section. طبعا عينيك دائما بتكون مركز، ما بتكون هيك بتقرأ، اقرأ شوف ايش مكتوب، حكالك انه you are finishing the section، بتحكي له I'm finishing the section، يعني عينيك كثير مركز على الموضوع تمام. فرح اخلص finish the section. Yes I would like to finish the section. خلينا نروح على الكالكوليتر. هاي الكالكوليتر، الكالكوليتر لاحظوا بتنقسم لقسمين، فيها البيسك وفيها الساينتفك. انت ممكن تروح على البيسك عادي وممكن تستخدم الساينتفك. الكالكوليتر ممكن تستخدم فيها النمبر باد اللي موجود عندك على الكيبورد، يعني بقدر هيك مثلا يعني هيني انا بالكيبورد مش عم بكبس على اشي، مثلا 5 ضرب 2 ناقص 6 مقسومة على 9 زائد 5، النمبر باد اللي هو موجود يكون عندك على جنب بالكيبورد، خصوصا لو كان ديسكتوب اكيد رح يكون عندك. بعض اللابتوبات عندها النمبر باد على جنب، بعض اللابتوبات ما فيها. بالنسبة للساينتفك انت مش رح تحتاج كثير اشياء، رح تحتاج ممكن اللين، رح تحتاج اللوك، رح تحتاج الاي تمام، ممكن تحتاج الاس. الاسس بالاسس وخصوصا مع الاي مثلا في عندنا قانون بالفارماكوكاينتكس، مثلا فارماكوكاينتكس مثلا بيحكي لنا عن السي اس اس، مثلا السي من تساوي سي اس اس الماكس ناقص اي للاس 0.3 مضروبه في الهالف لايف، اوكي مثلا الاي للاس ماينس 0.3 مضروبه في الهالف لايف. فكيف بدي اعملها هاي؟ بروح احط الاي اوكي، وبعدين بروح احط الماينس هاي الماينس اوكي، وبعدين بروح احط ال 0.3. طب انا حكيت انها مضروبه في الهالف لايف، اذا حطيت ضرب نزلت الضرب، طب لا انا الضرب كله بالاس، فشو راح اروح اعمل؟ بروح احكي له انه اي تمام، وببلش افتح قوس وبعدين احكي له ماينس 0.3 تمام مضروبة في الهالف لايف لنفرض انها 12 ساعة تمام، وبعديها بسكر القوس، بعديها مثلا بعمل يساوي اوكي بتطلع لي الاجابة. هاي الانفرس لللين تمام، والانفرس لللوك زي ما عارفين اللي هو 10 للأس تمام، الانفرس لمين؟ لللوك. فانفرس اللوك طبعا انا مش شايفة هنا عندي 10 للأس، فممكن ايش اروح اعمل؟ اعمل اكس للأس واي، يعني هنا الاكس تمام، بروح اعمل ايش؟ بروح احط الرقم، بروح احط اكس للأس واي، بعدين مثلا 10 للأس 5 زي هيك اوكي. وفي عندنا اشي اسمه ديجيتال جروبينج، حلو كمان انه يرتب لنا اياها، انه 100,000 صارت كتير واضحة تمام، او اني بروح للبيسك مباشرة. اوكي هاي الكالكوليتر، كتير ناس بتسأل على الكالكوليتر، بدي لينك للكالكوليتر، من وين اوصل للكالكوليتر؟ انت بتلاقيها بالديمو، بالديمو بسكشن 2 رح تلاقي الكالكوليتر، ضلك جرب فيها، ضلك العب فيها، كل ما تحل كوزات او اشي زي هيك تعال على الديمو، فوت على الكالكوليتر وحل الاسئلة. اوكي فعليا في بعض الأسئلة مثلا طويلة، مثلا زي هذا السؤال أوكي، فبحط مثلا هايلايت على الأرقام أوكي، مثلا conventional therapy is seen in 5% و only 45% experience كذا أوكي، يعني زي هيك the minimum number of patients who have received in. فانت شوي عينيك يعني بتساعدك انه أوكي أنا عندي مسألة فيها أرقام، بروح على الأرقام فقط اوكي 3.5 3.45 طيب شو الجواب؟ فكتير سهل عليك، فانت بدل ما انت عم بتشوف 1 2 3 4 5 lines عم بتشوف 5 اسطر، مجرد ما تعمل انت الهايلايت انت سهلت على نفسك، صارت مسألة جدا صغيرة
حطيت انت الرقمين، عملت لها هايلايت تمام، وبتبلش مثلا تعمل سترايك اوت او ما تعمل سترايك اوت يعني. اوكي هذا هو ملخص البروميتريك. ما في اشي ثاني. تذكروا كمان موضوع البريفرنسز، في كمان اشي حلو اذا بدك تعمل باك جراوند زي هيك والتكست زي هيك مثلا فممكن تعمل هيك اشياء يعني. Yeah, that's basically it. تمام، ارجو اني اكون هيك يعني فدتكم او انه استفدتوا من الموضوع. موفقين جدا في امتحاناتكم، توكلوا على الله سبحانه وتعالى. تمام، و it's not the end of life يعني، كمان ايش ما صار مو مشكلة. تمام، واخر اشي اذا انت فايت للإيفالويتنج اكزام، فتحنا احنا التسجيل لكورس الإيفالويتنج اكزام على RX Course Platform. وما تنسوا يعني هيك ساعدونا بلايك سبسكرايب شير، خصوصا لأصدقائكم اللي رح يفوتوا الامتحان هلأ، لاني انا فعلا اكتشفت انه نسبة كثير كبيرة من الاشخاص حتى بيكونوا فاتوا الإيفالويتنج وفاتوا للMCQ وهم ما عندهم فكرة على موضوع الهايلايت، على موضوع الستريك اوت، على موضوع الفلاكس، على انهم كيف يستخدموا الكالكوليتر بطريقة صح. فهي كل هالاشياء جدا مهمة وبتسهل على الواحد. واذا انت فعلا دارس كل شيء بس لما فتت الامتحان ما عرفت تسيطر على وضعك في الامتحان، ف كل اللي درسته يعني بيروح هباء منثورة. فهذا اشي مهم. بس بنفس الوقت اذا انت كتير مسيطر على البروميترك ومش دارس اشي فلا يعني مش ما تتوقع انك راح تنجح يعني. فهي ميزان 50-50. تمام؟ صحيح، اكتبولي بالكومنت اذا محتاجين اي مساعدة، واكتبولي في الكومنتات اذا عندكم افكار لفيديوهات ممكن تحبوا نعملها مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.